ليس عليك أن تكون محباً للخرائط لتنظر على خريطة العالم وتقدر كبر وجمال المكان الذي نعيش فيه، لكن معظم الخرائط لن توضح لك مدى خطورته. هناك خرائط ستخيفك من أول نظرة. هل أنت مستعد؟ لنلقي نظرة عليها ونتعرف على التهديدات التي تظهرها، ربما يمكننا تداركها. 1. خريطة تلوث الهواء. هذه الخريطة مخيفة بقدر ما هي مفيدة. للوهلة الأولى لا جديد هنا، مجرد فوضى مستطيلات ملونة وأرقام غامضة، لكن المستطيلات مؤشر جودة الهواء في أماكن مختلفة. تتغير الأرقام إن نظرت لبعض الوقت، لأن البيانات تحدث باستمرار. يظهر مؤشر جودة الهواء مدى تلوث الهواء المفحوص. تنقسم المناطق المفحوصة إلى 6 أقسام مرمزة بالألوان. يدل الأخضر على أن الهواء جيد جداً، ولك أن تتنفس قدر ما تريد. البني والأحمر يشيران إلى خطر الهواء المحيط على من في المنطقة. ما يجعل الخريطة مخيفة أننا لسنا على دراية بجودة الهواء في معظم الوقت، وبالتالي لا نولي اهتماماً كافياً للحفاظ عليه نظيفاً. 2. خرائط تلوث الضوضاء والضوء. توضح الخريطتان مدى تهورنا أحياناً. كم مرة نسيت إطفاء الأضواء ولم تلقي لها بالاً؟ حسناً، مررنا بذلك جميعاً، لكن لسوء الحظ اتضح أن تلوث الضوء قضية مهمة اليوم. كل كائن حي على الأرض بما في ذلك نحن يعتمد على دورات الليل والنهار. بعض الحيوانات ليلية وبعضها يحب الشمس ويختار النوم ليلاً، لكن الضوء الكهربائي يطمس الخط الفاصل بين الليل والنهار، وخاصة في المدن الكبيرة. والتلوث الضوضائي أسوأ في هذه المناطق الحضرية، ويتأثر الناس به أكثر من غيرهم. في المرة التالية التي تتقلب في فراشك ليلاً، فكر في تلوث الضوء والضوضاء في العالم، فهو يسهم في أسباب مشاكل الصحة العقلية والأرق من أهمها. 3. خرائط بيانات الصحة العقلية. بالحديث عن الصحة العقلية، خريطة أخرى توضح تغير عالمنا وتزايد حالات الاضطرابات العقلية سنوياً. يوفر Our World in Data معلومات عن الموضوع بخرائط توضح تأثر السكان في أنحاء العالم بالاضطرابات العقلية. هناك خرائط مخصصة لاضطرابات القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل. إن أردت معرفة المزيد، فهذا أفضل مكان للبدء. بدون مبالغة ولا تقليل، الحقائق فقط. يوفر منشئو الموقع الكثير من المعلومات عن مواضيع مختلفة، لكن قلة منها أكثر إخافة من هذا. 4. خريطة الهجوم الرقمي. رؤية شيء ما يحدث تدريجياً مع الوقت على الخريطة رائع، لكن رؤية شيء يحدث أمامك في نفس الوقت مختلف تماماً، لا سيما إن كنا نتحدث عن شيء بغموض الهجمات الرقمية. كل ما يعرفه معظمنا عنها الأضرار التي تسببها. المجال الأكثر تعرضاً للهجوم بالطبع الخدمات المالية. لكل شركة بياناتها الخاصة عن التفاصيل المالية لها ولعملائها، لذلك يمكن أن يتعرض أي شخص للهجوم في أي وقت من حياته. في الغالب يكون الهدف من الهجوم زيادة التحميل على خوادم الشركة للعثور على نقاط الضعف في حمايتها. هذه التدفقات الهائلة من المعلومات بالضبط ما تعكسه الخريطة. من الجيد أن يكون هناك من يعملون لتحسين الأمن المعلوماتي، حتى أن بعض المخترقين وضعوا مهاراتهم لاختبار حصانة الشركات ضد القرصنة وكشف نقاط ضعفها. لكن بالنظر لهذه الخريطة يصعب التصديق أن كل هذه الهجمات بغرض نبيل. 5. الأوبئة. خريطة الحالات العالمية. إن كان كل تحذير محلي من الإنفلونزا يثير خوفك، ربما لا تكون هذه الخريطة مناسبة لك. إنها تظهر كل إصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية المعدية. تبدو مخيفة بسبب كل العلامات التحذيرية، لكنك سرعان ما تدرك أن هذا يتماشى مع غرضها، جعل التحذير واضحاً قدر الإمكان. لا يمكنك أن تبالغ في الحذر. أسفل الخريطة هناك شريط إخباري مستمر بالإشعارات الجديدة عن تفشي الأمراض يصعب التركيز على شيء بعينه. ليس هذا مخيفاً فقط، بل هو مفجع أحياناً، يجعلك تريد أن تغسل يديك بعناية فائقة. 6. خريطة تغير الغابات العالمية. تبدو بعض الخرائط في القائمة كأنها تحاول تخويفك عن قصد، لكن هذه الخريطة تؤدي وظيفتها بنهج معاكس. قد تبدو هادئة وجميلة، لكن البيانات التي تمثلها تدعو للقلق.
صنع قسم الجغرافيا بجامعة ماريلاند الخريطة لإظهار الخطر المحدق بالغابات. تظهر عدة طبقات، إحداها لتتبع خسارة الغابات في السنوات الأخيرة، والأخرى لرصد إضافة الغابات، والثالثة لتوسع الغابات. وبينما يشجعني بقاء الكثير من الغابات في مكانها، الجانب الآخر مروع، كسب الغابات لا يضاهي أبداً ما نخسره. وهذا يعني أننا لم نتعلم درساً مهماً، صديقنا الوحيد في هذا الكون كوكبنا. هذا مخيف، خاصة في ظل أكبر تهديد لنا، الاحتباس الحراري. 7. خرائط تغير المناخ. الخرائط المستندة لإحصائيات مقلقة لا تهدف لتخويفنا، كثيراً ما تظهر لنا أن بعض الأماكن غير آمنة أو أن هناك ما يدعو للقلق في حياتنا اليومية، لكن خريطة واحدة يجب أن تخيف الجميع على الكوكب. إنها توضح أنه بنهاية القرن 21 سترتفع درجات الحرارة 4 مئوية. ألا يبدو مخيفاً؟ حسناً، لنلقي نظرة على الخريطة. المناطق الخضراء هي الوحيدة المناسبة للحياة على الكوكب، تمثل البنية فيضانات والصفراء صحارى. الحمراء هي ما يكمن في قاع البحر الآن، لأن ارتفاع الحرارة يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر. تخيل تأثير هذه التغييرات الكبير على الحياة البرية، مناطق حيوية كاملة نعيش فيها الآن ستختفي. هذه الخريطة مخيفة، لكن الاحتباس العالمي يمكن وقفه. حتى اطلاعك على الموضوع له فائدة. هناك خريطة لذلك على موقع Climate Hot Map. تتضمن الخريطة علامات توفر الكثير من المعلومات عن الاحتباس الحراري وتأثيراته المحتملة على العالم، كما أنها توفر فرصاً للمساهمة في وقف سلسلة الأحداث الكارثية. قد تثير هذه الخرائط الخوف في قلوبنا، لكن يمكننا استخدامها لنصبح واعين أكثر للمخاطر حولنا. إنها تسمح لنا بالدفاع ضدها أو وضع حد لها. لنركز على ذلك ونحاول المضي إلى مستقبلنا بخطة للتغيير. بالمناسبة، برأيك ما الخرائط التي نحتاجها لنشر الوعي بمشكلة تهمك؟ كيف تبدو؟ شاركنا أفكارك في قسم التعليقات، ولا تنسى منح الفيديو إعجاباً ومشاركته مع أصدقائك، والنقر على اشتراك لتبقى دائماً على الجانب المشرق من الحياة.